وللمزيد حول صراع شركاء العملية السياسية مع اقتراب الانتخابات المبكرة المنتظرة في العراق، ينضم إلينا حسين السبعاوي، كاتب وباحث سياسي عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد سبعاوي. أهلا وسهلا، حياكم الله. سيد سبعاوي، أيام وتغلق مفوضية الانتخابات في العراق كما تعلم الأبواب أمام تسجيل الأحزاب مرشحيها، هل تتوقع انعقاد هذه الانتخابات في ظل الفوضى التي تشوب الترتيبات المنظمة لها من جهة وتهديدات بعض الميليشيات أيضا من ناحية أخرى؟ يعني لا يوجد انتخابات حقيقية في العراق، توجد هناك مزايدة تجارية يتنافس عليها عناصر المافيا، هذا هو المشهد السياسي في العراق. لا توجد انتخابات حقيقية في العراق ولا توجد مشاريع سياسية تخدم الوطن يتنافس عليها أصحاب هذه الأحزاب وأصحاب هذه المشاريع. حتى المواطن يعني يحتار من يختار من هذه الأحزاب التي سوف تخدمه، بالأحرى هو موجود مجموعة مافيا تريد السيطرة على البلد بكامله، على منافذ حدودية، على المطارات، على النفط، على الموارد، على جميع الموارد، مجموعة لصوص يتنافسون عليها. هذا هو المشهد العراقي، لا توجد انتخابات حقيقية ولا توجد قوى سياسية تحي العمل السياسي الحقيقي على مستوى على المستوى الوطني وعلى مستوى خدمة المواطن. ابدا، الامر بعيد كل البعد عن ما يجري على الارض. يعني على وقع كل ذلك شهدنا لربما عودة او بداية عودة للمالكي الذي رفض بطبيعة الحال اي تدخل دولي في الانتخابات، ما الذي يحاول ان يفعله المالكي وكيف تقرأ رفضه للتدخل الدولي لمراقبة الانتخابات؟ يعني أولا، هو لا يوجد مراقبة دولية حقيقية على الانتخابات، لأن المجتمع الدولي يدرك بأن الانتخابات العراقية لو ينتج عنها حكومة وطنية تخدم الشعب العراقي لانقلب عليها نفسه هذا المجتمع الدولي كما انقلب سابقا على حكومات ديمقراطية خارج العراق. لكن المالكي يريد أن يسوق نفسه وهي ضمن معركة إعلامية دعاية انتخابية، ليس إلا سواء تهديده للميليشيات والسلاح المنفلت. هو أكبر طائفة على الساحة العراقية، هو قائد الميليشيات، هو مثير للطائفية، هو من سلم ثلث أراضي الشعب العراقي إلى داعش، هو من قتل في عهده الآلاف. هذا الرجل لا يصلح أن يقود عائلة وليس أن يقود دولة مثل العراق، ولكن هكذا هو الساحة العراقية، التنافس بين الميليشيات والمالكي. تصور ما هي النتيجة للشعب العراقي، يعني نتيجة دموية ستكون. في السياق، دخل المالكي في تلاسن مع مقتدى الصدر مذكرا بعمليات خطف وقتل للمعارضين التي كان ينفذها الصدر وميليشياته، كيف تقرأ هذه يعني مهاجمة المالكي للصدر؟ وهل سنشهد لربما يعني كما يقال في اللهجة العامية ينشر كل منهما غسيل الآخر المتسخ أمام العامة أم ماذا؟ لا، هو الأمر يعني هو هذا أسلوب الدعاية الانتخابية لا أكثر، يعني هو أسلوب الحرب الإعلامية والكلامية فيما بينهم. ما الذي فعله المالك عندما كان رئيس الوزراء لدورتين مع أصحاب البطة اللي هو يتكلم عنهم؟ هل حاكم أحد منهم؟ أبدا. ومن جاء بعده هل حاكم أحد من هؤلاء؟ هؤلاء هم جزء من عملية سياسية يسيطرون على ثلث البرلمان تقريبا. كيف احنا يعني حد يقتنع بكلام المالكي او رد صالح العراقي عليه؟ مجموعه صراع بين قوى كما ذكرت لك في البدايه مافياويه تريد ان تسيطر على البلد وتحكمه بالنار والحديد. الصدر ايضا يعني رد على المالكي بتهديد مبطن بالاستهداف. السؤال هنا سيد سبعاوي، هل نحن لربما نكون امام سيناريو فوضى يعد من الان قبيل الانتخابات؟ وسيناريو الفوضى منذ 2003 وإلى الآن يعني لم يتوقف، ولكن على المجتمع الدولي وعلى الدول الإقليمية أن تدرك ما الذي يجري في العراق. هذا هو أسلوب دعاية انتخابية، واحد يتكلم عن البطة والآخر يتكلم عن داعش والآخر يتكلم عن القتل والآخر يهدد، هل هو هذا أسلوب الدعاية الانتخابية؟ على المجتمع الدولي الذي يعترف بهذه الانتخابات ونتائجها، الله يتابع ما يجري على الساحة العراقية. في كل يوم نكتشف مقبرة جماعية وجثث مجهولة، خليهم يشاهدون ما يجري في العراق والانتهاكات لحقوق الإنسان من معتقلين ومهجرين ونازحين. وهذه الأحزاب، هذا أسلوبها الدعاية التي تريد تخدم الشعب العراقي. هل هذا هو أسلوب يخدم الشعب العراقي؟ هل هو هذا أسلوب
منهج لحزب سياسي يدخل انتخابات ما لا يختار الشعب العراقي، يختار البطة أم يختار المالكي؟ هذا أمر يعني مرفوض جدا. الشعب العراقي اليوم يعي ما يجري حوله، ولكن لا حول ولا قوة له. نعم، إذن الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.